حمام أنف، أعطوا منها مليون، وربما من هنا حتى نهار الجمعة أو حتى ممكن غدوة باش يتسلموا بقية المبلغ الألف دينار المتبقية. ثم منحة أخرى ملكية بزوز ملايين أخرين في صورة الانتصار على اتحاد تطاوين نهار السبت في ملعب حمد العواني بالقيروان. ما عدا ذلك الحقيقة أجواء طيبة، أجواء ممتازة في فرع كرة القدم القاعدين في التمارين، والآني أمطار غزيرة في القيروان قاعدة تنزل أمطار والحمد لله. جو هي ربما التفاف أكثر من ما شفناش من قبل، سواء كان من جانب الجماهير لجنة الأحباء والسلطة الجهوية بطبيعة الحال للخروج من المأزق اللي موجودة فيه. الشبيبة موجودة في المرتبة العاشرة بعشرين نقطة. الانتصار على الاتحاد التطاوين بالتأكيد ربما مش تتنفس به السعداء، لكن الصعوبة وصعوبة المباريات ما زالت متواصلة. دونك نقولوا رسميا بالنسبة للإشكال الحدوثي مواصل المهام وما تفض نهائيا. صحيح، من البارح تفض نهائيا، والإشكال معناتها أغلق الموضوع، وكما قلت لك الأجواء طيبة في القروان في الشبيبة تحديدا. بالنسبة للاعب أمين النابلي بن المدرب السابق نور الدين النابلي، شنو الإجراء اللي قاعد تاخذه معه؟ هو البارح تقريبا مع 11 الهيئة المديرة مع الإطار الفني قاعدوا عملوا جلسة، وربما من هنا لبعد أو غدوة مش يخرجوا قرار. وبطبيعة الحال القرار بالتأكيد قد يكون ربما نسبة 90% مش يكون عقوبة مادية لغير بطبيعة الحال، وأنه الملاعبي حب ربما يتدرب في حب يدخل بالسيف شي يدرب بما أنه تغيب الحصة التدريبية، لكن تم منعه. فتحصلت معناتها بعض المناوشات مع النقاش ارتفع، لك علاش السفير الحدوسي غادر الملعب، والبارح رجع يدرب بشكل عادي، واليوم بتبع تحب بشكل عادي، لكن الهيئة المديرة مش تاخذ القرار في اللاعب هذا. اللاعب اللي مرة أخرى تقول أنه ابن المدرب السابق للشبيبة نور الدين النابلي اللي هو محمد أمين النابلي. هذا سبب اللي تخلى عليه السفير الحدوسي، وقال فما سبب فنية أخرى؟ قد تكون ربما أسباب فنية أخرى، لكن المشكل الأساسي هو هذا ربما، على خطر الملعبية وكل الفريق كل قاعدين مركزين على المباراة القادمة مع تطاوين. فبطبيعة الحال تحصل مون يمشي كما هكا، تحصل لخبطة وتحصل ربما معناتها الأجواء تتعكر معناتها بصفة مفاجئة بصفة غير طبيعية. بطبيعة الحال خلات الناس كلها ربما تتغشش، خلات المدرب سيف الحدوسي غادر أرضية الميدان، كمل التمارين حلمي حمال المدرب المساعد، ثم حتى بعض الملاعبين أيضا ما ترانوش. الحقيقة البارح قاعدين على حافة الميدان بالأزياء متاعهم، تقريبا عدد قليل برشا في دربوا بالحلول بطبيعة الحال. فالناس كلها رجعت البارح كما قلت لك، أجواء طيبة. ما جاوبنيش مجدة علاش دخل عليه سفيان الحدوسي، خاطره ابن نور الدين النابلي، معناه هذا سبب ولا فما سبب حاجة؟ لا أعتقد، لا ما نتصورش باعتبار وأنه هو حتى اللاعب بيدو معترف اللي هو تغيب، صحيح تغيب عن التمارين، قالوا أنه ما تمش إعلامي، لكن هو في الأخير تغيب ولأسباب قد تكون معناتها أسباب تأديبية، معناه مش الحدوسي نحا باعتبار أنه تغيب، معناه مش الحدوسي، مش الحدوسي نحا، معناه الهيئة نحات وعاقبته بطبيعة الحال. اي قرار وقرار الهيئة المديرة بطبيعة، واضح يديك صح. لكن ثم حاجة أخرى، نقطة أخرى حكيت عليها البارحة سام، وأنه تعرف المباراة القادمة مع بين الشبيبة والنادي الرياضي بنزرتي بعد مباراة التطاوين بطبيعة الحال، الناس كلها بطبيعة الحال هنا خاصة من أحباء الشبيبة وعلى موقع التواصل الاجتماعي قاعدين يحثوا في الهيئة المديرة ربما للمطالبة بتغيير مكان المباراة مبرجة مع الشبيب والنادي الرياضي البنزرتي. بطبيعة الحال تعرف الأجواء اللي دارت فيها مباراة الفارتة بتاع بنزرت والمسير وكل الأجواء المشحونة، وين مش يغيروها الشبيبة قد تكون ربما الوين يحبوا يغيروها أو تطالب المكتب الجامعي بتغيير مكان المباراة، ربما قد تكون حتى ملعب آخر في الوين. بطبيعة الحال الوين صعيب، متصور صعيب بطبيعة الحال، لكن أنا المعلومة سقطة كما موجود أنا في القروان، وبطبيعة الحال نخليوها بطبيعة التفاصيل بتاعها ربما بعد في الأسبوع القادم إن شاء الله. مشكور جدا، يعطيك الصحة، شكرا لك عم مجيد جبيلي مراسلنا في القروان على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص الشباب القروانية. بنرجع لكم بعد شوية في آخر جزء من حصتنا اليوم، نحكيه هون باش يكون معنا لاعب الدولي الجديد للنادي الإفريقي.